السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعار سيارات اليوم 25 سبتمبر 2021. خاوتي جبنا لكم سيارات اللي ضعتوها في التعليق. خاوتي اللي خصته أي سيارة يكتب لنا في التعليق نجيبوها له بحول الله. نبدأ مع السيارة الأولى على بركة الله. أفيو ديميكا تورز، طاقة بنزين، محرك 1.84 شوفو، ماشية 211 ألف، اللون رمادي، فاتح، كارت غري صافية، صبيغة دوب زيرو. خاوتي السيارة عطاولو 140 مليون، موجودة في البليدة. تراو البطاقة التقنية ملي خاوتي قبل ما تعيطو المولاه. هاي مادو لاني 2012، الطاقة غاز، المحرك 1.505 شوفو، ماشية 228 ألف، كارت غري صافية، السعر مولاها راه يقول 75 مليون، بريفيكس. خاوتي السيارة موجودة في سيدي بالعباس. قراو البطاقة التقنية ملي خاوتي قبل ما تعيطو المولاه. هاي ما لاني 2011، الطاقة بنزين، محرك 1.60 شوفو، ماشية 180 ألف، اللون أزرق، كارت غري صافية. خاوتي السيارة عطاولو 51 مليون، موجودة في المسيلة. قراو البطاقة التقنية ملي خاوتي قبل ما تعيطو المولاه. أودي نيو لاني 2021، طاقة بنزين، علبة سرعة أوتوماتيك، الوثائق، رخصة مجهد، السعر مولاها راه يقول 655 مليون، قابل للتفاوض. خاوتي السيارة موجودة في تلمسان. قراو البطاقة التقنية ملي خاوتي قبل ما تعيطو المولاه. مرسيدس او 220 2021، طاقة مازوت، علبة سرعة اوتوماتيك، اللون اسود، الوثائق، رخصة مجهد، السعر مولاها راه يقول 1.475 مليون، قابل للتفاوض. خاوتي السيارة موجودة في تلمسان. قراو البطاقة التقنية ملي خاوتي قبل ما تعيطو المولاه.
كليو دو لاني 2002 طاقة مازوطا محرك 1.9 ماشية 333 ألف كرت كريس صافية، السعر مولاها راه يقول 60 مليون قابل للتفاوض. خاوتي السيارة موجودة في وهران. قرأوا البطاقة التقنية من خاوتي قبل ما تعيطوا المولاه. أتوس 2010 المحرك 1.1 ماشية 303 ألف، اللون رمادي فضي، كاتيجري الصافية، صبغة دوب زيرو. خاوتي هالسيارة عطاولو 117 مليون، موجودة في التيبازا الداموس. اقراوا البطاقة التقنية من خاوتي قبل ما تعيطوا المولاه. بيجو اكسبير لاني 2020 الطاقة مازوطا المحرك 2.0 صوصي كونت تشوفو ماشية 12200، اللون رمادي، الوثائق رخصة مجاهد. خاوتي السيارة عطاولو 465 مليون، موجودة في الجزائر عين نعجة. اقرأوا البطاقة التقنية من خاوتي قبل ما تعيطوا المولاه. ليو فولي لاني 2011 الطاقة مازوطا المحرك 2.0 140 شوفو ماشية 250 ألف، اللون رمادي، كارت كريس صافية. خفتها السيارة فيها دو بارشوك ولا الافو على نقاوة، السعر مولاها راه يقول 150 مليون قابل للتفاوض. خفتها السيارة موجودة في الجزائر. قرأوا البطاقة التقنية من خاوتي قبل ما تعيطوا المولاه. بارتنر تي بي لاني 2015 الطاقة مازوطا المحرك 1.6 ماشية 28، في اللون رمادي فضي، كاتيجري الصافية. خاوتي السيارة فيها بارشوك افو ولا الافو دروات، السعر مولاها راه يقول 220 مليون بريفيكس. خاوتي السيارة موجودة في بشار. قرأوا البطاقة التقنية من خاوتي قبل ما تعيطوا المولاه.